السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات ميكانيك التربة. محاضرتنا لهذا اليوم تتكلم عن الفصل الرابع ضمن المنهج، اللي هو فصل Plasticity of Fine Grain Soils أو لدونة الحبيبات الناعمة. ومن عنوان الفصل يتضح أنه Plasticity أو لدونة هي صفة خاصة بالحبيبات الناعمة، حبيبات التربة الناعمة اللي تقل حجم حبيباتها عن 75 مايكرون. طبعا هذه تشمل بالنسبة للفاين جرين سويلز تشمل الكلي والسلت والأورغانيك سويل. بالنسبة للتربة الناعمة هذه خصائصها الفيزيائية والميكانيكية، وبالتالي تصرف هذه التراب يعتمد بصورة رئيسية على المحتوى المائي أو الووتر كونتنت الموجود فيها. على هالأساس تكون التراب الناعمة بأربع حالات مصنفة حسب الزيادة في المحتوى الرطوبي، يعني من المحتوى الرطوبي الأقل إلى المحتوى الرطوبي الأعلى بالشكل التالي. الحالة الأولى هي حالة السوليد أو الصلب، صليب الحالة الصليبة، سيمي سوليد الحالة شبه الصليبة، البلاستيك الحالة اللدنة، والليكويد الحالة السائلة. لو أجيت إلى هذا المخطط، هذا المخطط يبين الووتر كونتنت المحتوى المائي أو المحتوى الرطوبي مع الفوليوم الحجم لعينة من التربة تحت التجفيف المستمر. على المحور الأفقي الرطوبة هنا عندي تساوي صفر في أقصى اليسار وتزداد باتجاه اليمين. فلو بدأنا من اليمين، أي عندما تكون التربة بمحتوى مائي كبير يجعل هذه التربة كمادة سائلة. هاي المرحلة تعرف بالليكويد ستيت. نقطة أي، هنا عندي نقطة A تمثل رطوبة العينة وكذلك حجم العينة. الآن مع بدء التجفيف والاستمرار بالتجفيف أيضا المحتوى الرطوبي راح يقل، ونتيجة لذلك أيضا الحجم يقل. لذلك تشوفون هذا الخط هو يتجه إلى الأسفل، أي أنه الرطوبة تقل وكذلك الفوليوم الحجم أيضا يقل. أيضا التربة راح تفقد قدرتها على الجريان كسائل، أي أنه تنتهي مرحلة الليكويد اللي كانت بيها لتبدأ مرحلة جديدة. نقطة الانتقال هذه هي نقطة B. في هاي النقطة المحتوى الرطوبي المتبقي، يعني من خلال عملية التجفيف في التربة، يعرف باسم الليكويد ليميت. المحتوى الرطوبي هذا يعرف بالليكويد ليميت أو حد السيولة، يرمز له بالرمز LL. الآن مع استمرار التجفيف راح يكون عندي فد رينج من الووتر كونتنت تكون بالتربة ذات خاصية مميزة. هاي الخاصية هي إمكانية تشكيلها بأي شكل نريده بدون تكسر التربة أو ظهور تشققات. التربة في هذه المرحلة يقال عنها أنه لديها بلاستيك بيهيفير، تصرف لدن. البلاستيك بيهيفير يعرف على أساس أنه the ability to deform continuously without rupture، أي أنه قابلية التربة على التشوهات بدون حصول التكسر أو التشقق. طيب الآن نستمر إحنا بالتجفيف. مع استمرار التجفيف بحيث يكون المحتوى الرطوبي هو أقل من الرينج الخاص بالبلاستيك بيهيفير، التربة راح تدخل مرحلة جديدة اللي هي مرحلة شبه الصليبة أو السيمي سوليد. الآن التربة في هذه المرحلة تفقد إمكانيتها للتشكل بدون حدوث تشققات
مثل ما كانت تتصرف بالبلاستيك ستيت، أي أنه بمرحلة السيمي سوليد تظهر التشققات وتكون مرئية فيزيبل مع تشكل التربة. الآن المحتوى الرطوبي أيضا اللي بيه تتحول التربة من حالة البلاستيك إلى حالة السيمي سوليد، هذا يعرف بالبلاستيك ليميت، أو نرمز له عادة بالرمز PL. الآن صار عندنا two limits اللي هو الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت. الفرق بين هذول التو ليميتس أي أنه الليكويد ليميت ناقصا البلاستيك ليميت يعرف عادة بالبلاستيسيتي اندكس اللي هي معادلة 4:1. فإذا البلاستيسيتي اندكس هو الليكويد ليميت ناقصا البلاستيك ليميت. طبعا هذا الرقم بلاستيسيتي اندكس رقم مهم حقيقة في تصنيف التراب، وايضا يعطينا فد انطباع اولي عن ماهيه التربه اللي جاي نتعامل وياها. نرجع للمخطط. ايضا احنا مستمرين بالتجفيف، فمع استمرار التجفيف راح نوصل الى الحاله النهائيه للتربه واللي تسمى بالسوليد ستيت، الحاله الصلبه او المرحله الصلبه اللي بيها كل المياه او كل الماء الموجود بالعينه راح يتبخر. لذلك ما راح تكون عندي تغير حجمي بالعينة. تلاحظون هذا الخط المستقيم، هذه معناته أنه ما يكون عندي تغير حجمي، أي الحجم يبقى ثابت على طول هذه المرحلة حتى مع استمرار التجفيف. أيضا عندي حد فاصل بين السيمي سوليد ستيت والسوليد ستيت يعرف بالشرينكج ليميت أو حد الانكماش، يرمز له بالرمز SL. حقيقة حد الانكماش هذا أيضا إلى فائدة في يعني تحديد إمكانية أو احتمالية الانكماش shrinkage أو الانتفاخ swelling للتراب المختلفة. الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت عادة نرمز لهم باسم معين نسبة إلى العالم اللي تطرق إلى هذه المسألة، يسموهم عادة بالأتربيج ليميتس، حدود أتربيج، نسبة إلى العالم السويدي أتربيج اللي هو في 1911 اتطرق إلى هذه التو ليميتس. طبعا إحنا كمهندسين عادة نهتم بالتراب والمواد الإنشائية ومواد الطبيعة والمواد الطبيعية، نهتم بها من ناحية السترينث القوة أو المقاومة مالتها، وكذلك من ناحية الديفورميشنز اللي هي التشوهات. بالنسبة إلى حالات التربة هذه بالإمكان ربط خصائص مقاومة وخصائص المقاومة والتشوهات لكل حالة من حالات التراب. فمثلا على سبيل المثال في حالة الليكويد ستيت التربة هنا راح تكون في اللوست سترينث واللارجست ديفورميشن، يعني في حالة أقل مقاومة راح تكون التربة تمتلك أقل مقاومة وكذلك أكبر قدر من التشوهات، هذه إذا كانت التربة في حالة الليكويد ستيت. على الجانب الآخر إذا كانت التربة في حالة السوليد ستيت، في حالة الصلبة، راح هذه التربة تمتلك largest strength and lowest deformation، أي أنه هي أكبر مقاومة، أكبر قوة، وأقل تشوهات. عندنا أيضاً مقياس أو مؤشر للمقاومة يعرف بالليكويديتي اندكس أو مؤشر السيولة. قانون الليكويديتي اندكس هو W أو الأوميجا ناقصاً البلاستيك ليميت على البي آي. البي آي مثل ما قلنا هو الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. والدبليو هنا هو مقدار رطوبة التربة الطبيعية، وطبعا البي ال والبي اي هي ارقام تحدد بالمختبر. فهنا عندي هاي رطوبة التربة الطبيعية، والبي ال والبي اي هي البلاستيسيتي بلاستيك ليميت والبلاستيسيتي اندكس المحددة بالمختبر. وفق هاي المعادلة
أيضا بالإمكان وصف لمقاومة التراب بالشكل التالي مثل ما واضح بالجدول. فلو كان عندي الـ LI Liquidity Index هي أقل من صفر، فهذا يعطيني انطباع أنه التربة اللي جاي أتعامل وياها هي Semi Solid State اللي راح تكون في حالة High Strength، مقاومتها عالية، Brittle، هشة، ولذلك أنه Sudden Fracture is Expected، أي أنه الانكسار المفاجئ أو التشققات المفاجئة راح تكون متوقعة. هذه في حالة كون LI أصغر من صفر أو بالسالب. في حالة كون LI تتراوح قيمتها بين الصفر والواحد، فهذا يعطيني انطباع أنه التربة في حالة البلاستيك ستيت اللي بيها التربة تكون بانترميديت سترينث، مقاومة متوسطة. Soil deforms like a plastic material، أي أنه التربة تتشوه كمادة لدنة. أما إذا كانت الـ LI أكبر من واحد، فأيضا التربة تكون في حالة الـ liquid state اللي بيها مثل ما قلنا low strength و soil deforms like a viscous fluid، راح تكون تشوهات جدا عالية تشبه تشوهات السوائل. ليكويد ليميت احنا اخذناه بالمختبر، اخذنا تجربته، راح ايضا نتطرق له الان. مثل ما قلنا بالمختبر الليكويد ليميت يتم تحديده من خلال جهاز معين، هذا الجهاز هو جهاز كازيغراندي اللي يتكون من طاسة كازيغراندي. هذا جهاز كازيغراندي، هذه هي طاسة كازيغراندي، كازيغراندي كاب. هاي الطاسة ترتفع لمسافة 1 سنتيمتر وتسقط على رابر بليت، هذه هي رابر بليت. الطريقة اللي ترتفع وتسقط بها نسميها طريقة الكام اوبريتد ميكانيزم، من خلال تحريك الذراع الموجود على جانب الجهاز. نموذج التربة المستعمل، أو قبل أن نشوف نموذج التربة أيضا، هذه هي الجروفنج تول أو الآلة اللي نعمل بها شق بالتربة، وهذه أيضا قياساتها الستاندرد القياسية. هنا في هذا الشكل يبين لك نموذج التربة في حالتين، يعني الحالة الأولى قبل إجراء التجربة أو قبل تدوير العتلة أو الذراع. هذا الشق اللي نعمله، هذا هنا أنا عندي مسقط جانبي أو أمامي، هنا أنا عندي مسقط رأسي للشق الموجود واللي يقسم لي التربة إلى قسمين أيمن وأيسر. وهذه بعد أن ندور الذراع ونحصل على مسافة التصاق مقدارها 12.7 أو 12.5 إلى 13 مثل ما قلنا، هي تقريبا نصف إنج. هذا شكل العينة بعد حصول التشوه. فإذا نستعمل في هذا الفحص نموذج جاف من التربة الناعمة. هذا النموذج يمزج مع الماء المقطر حتى نكون عجينة. العجينة هذه توضع في طاسة الجهاز في الكازيغراندي كاب وتم تسويتها لحتى نحصل على سطح أفقي وثقيل سموث. ثم مثل ما قلنا نعمل شق وسط عجينة التربة، قسمنا العجينة إلى قسمين أيمن وأيسر باستعمال الجروفنج تول. الآن يتم تحريك ذراع الجهاز للسماح بصعود الطاسة هذه ونزولها بحركة مستمرة وبمعدل تقريبا ضربتين بالثانية. الآن يتم حساب عدد الضربات اللازمة لغلق الشق لمسافة مثل ما قلنا نصف إنش، 12.5 إلى 13 مليمتر تقريبا. وأيضا بعد الانتهاء يؤخذ نموذج من العينة الموجودة هنا لتحديد مقدار الرطوبة لها. هاي التجربة أو نجري تقريبا 3 أو 4 محاولات، وكل مرة نغير المحتوى الرطوبي ونسجل عدد الضربات.
الليكويد ليميت الان يعني لحد الان ما عرفنا شنو هو الليكويد ليميت. الليكويد ليميت هو المحتوى الرطوبي اللي بي ينغلق الشق لمسافه 12.5 ملم بعدد ضربات مساوي الى 25 ضربه. طبعا هذا الشيء صعب يتحقق من محاوله واحده، لذلك نلجا الى طريقه الرسم. طريقه الرسم ايضا تطرقنا لها بالمختبر. على ورقه شبه لوغاريتميه نرسم number of blues عدد الضربات كلوغاريتميك سكيل والموستر كونتنت على المحور الافقي بسكيل اعتيادي. الاربع خمس محاولات راح كل محاوله احصل معها نقطه، النقطه هي عدد الضربات مع المحتوى الرطوبي. احدد هاي النقطه في كل محاولة، هنا عندي أربع نقاط، حددت هاي الأربع نقاط. بعد ذلك أجي أرسم خط أما يمر بالنقاط، إذا كانت النقاط على خط مستقيم يمر بالنقاط أو يمر بين النقاط، بحيث أحصل ما يسمى بالبيست فيتد لاين، أفضل خط مستقيم يمر بين النقاط. طبعا هذا الخط المستقيم يمثل الأفرج بين يعني المسافة بين النقطة نفسها والخط هذا، بين النقاط كلها والخط هذا يمثل الافرج، يعني انه يمثل افضل خط مستقيم يمر بين النقاط. الان اجي على المحور الافقي احدد الرقم 25 اللي يشير الى 25 ضربه، واسقط خط على نفس الخط اللي رسمته على البيس فيتد لاين. بعد ذلك اجي اسقط هاي النقطه على المحور الافقي حتى اوجد المويستر كونتنت اللي يمثل لي الليكويد ليميت لعينه التربه اللي جاي اتعامل وياها. هذه بالنسبه الى الليكويد ليميت. بالنسبه الى البلاستيك ليميت ايضا اخذنا البلاستيك ليميت، ومثل ما عرفنا يتم تحديده بفحص بسيط من خلال دحرجة شريط من شريط أو عجينة صغيرة من التربة، تكون طبعا محتوى الرطوبي مالتها هي أقل بكثير من المحتوى الرطوبي في الليكويد ليميت، بحيث تكون العجينة هذه ما تلتصق باليد، does not stick on the palm of the hand، ما تلتصق في راحة اليد. البلاستيك ليميت بعد أن نسوي هذه عملية الدحرجة راح يكون هو المحتوى الرطوبي اللي بي ينقطع بشريط من هاي العجينة اللي سويناها من خلال عملية الدحرجة بقطر 3 ملم. إذن أثناء عملية الدحرجة راح العجينة هذه تصغر إلى أن شكل عندك فد شريط من التربة، راح ينقطع في مرحلة معينة. أجي أقيس قطر القطع في نقطة القطع، إذا كان عندي هذا القطر هو 3 ملم فمعناته أنه هذا المحتوى الرطوبي الموجود في هذه العجينة يمثل لي البلاستيك ليميت. أيضا نسوي فد 2 أو مور ديترمينيشنز، يعني محاولتين أو ثلاثة أو أكثر، وأخذ المعدل لهذه المحاولات لإيجاد البلاستيك ليميت. طيب عندي أيضا الشرينكج ليميت. الشرينكج ليميت أو حد الانكماش مثل ما قلنا هو الحد أو المحتوى الرطوبي اللي يفصل بين الحالة حالة التربة الصليبة وحالتها شبه الصليبة. أيضا هناك فحص مختبري لإيجاد الشرينكج ليميت، لكن احنا بالمختبر عادة ما نجري هذا الفحص بسبب استخدام مادة الزئبق. هذه السبب الرئيسي انه مادة الزئبق تستعمل في هذا الفحص، وهي مادة طبعا خطرة ومو سهل التعامل بها، لذلك نكتفي بفقط الشرح النظري للشرينكج ليميت او طريقة حساب وايجاد الشرينكج ليميت في المختبر. في هذا الفحص ناخذ كتلة من التربة الرطبة سميها M1، هذه توضع في بورسلاين ديش في وعاء من البورسلاين، ايضا ابعاده قياسيه اللي هو 44.5
5 ملم بالديامتر وال 12.5 ملم بالهاي بالارتفاع. وثم هذه العينة الموجودة في هذا الدش توضع في الفرن لتجفيف. طبعا أثناء التجفيف الحجم راح يقل، راح يصير بالنموذج هذه راح يصير انكماش. احنا موضوعنا هو الانكماش، شرينكج ليميت، راح يكون انكماش. الآن حتى أحدد الحجم المفقود من العينة أستعمل الزئبق الميركوري. الميركوري هذا أجي أخليه بالنموذج نفسه بحيث يغطي لي الحجم المفقود، يعني أرجع الحجم إلى الحجم الأصلي مال التربة، لكن هنا الحجم المفقود من اللي راح يعوضه؟ راح يعوضه الزئبق. فأنا بمعرفة كثافة الزئبق راح أقدر أعرف شقد الحجم اللي خليته واللي هو نفس الحجم المفقود من التربة. هذه هي فكرة الفحص. الآن الشرينكج ليميت راح يكون هو M1 ناقصاً M2 على M2 ناقصاً أيضاً V1 ناقص V2 على M2 مضروب في الجاما W over G في 100. الM1 هو الماس of wet soil، كتلة، طبعاً نعم نقول كتلة يعني بالغرام، كتلة التربة الرطبة، والM2 هي كتلة التربة المجففة بعد التجفيف، والV1 هو volume of wet soil، حجم عينة التربة الرطبة، والV2 هو حجم التربة بعد التجفيف، والG هو التعجيل الأرضي اللي هو 9.8 متر بير سكند سكوير. ايضا عندي اندكس ثاني او ثالث اللي هو الشرينكج اندكس او مؤشر الانكماش. هذا مؤشر الانكماش هو يساوي لبلاستيك ليميت ناقصا الشرينكج ليميت. هذه بالنسبه الى طريقه ايجاد الشرينكج ليميت مختبريا. الان اجي الى البلاستيسيتي تشارت. بلاستيسيتي تشارت أو مخطط اللدونة، هذا الموضوع هو أيضا مهم في هذا الفصل، لكن أهميته الأكبر راح نشوفه أنه في فصل تصنيف التراب راح يكون له أهمية كبيرة في تصنيف التراب. خلينا نروح إلى المخطط نفسه، إلى الشارت نفسه. مثل ما تلاحظون هذا الشارت، هذا شيء مثل لك علماء وباحثين من مختلف أنحاء العالم جمعوا فد عينات من التربة المختلفة من كل أنحاء العالم، وأجوا حسبوا لها الليكويد ليميت والبلاستيك ليميت، وبالتالي رسموا فد مخطط. مخطط هذا على المحور الأفقي الليكويد ليميت، وعلى المحور العمودي البلاستيسيتي إندكس اللي هو الليكويد ليميت ناقص البلاستيك ليميت. شافوا أنه أغلب التراب بالطبيعة أو كل التراب بالطبيعة، طبعاً هنا أجي أحكي على التراب مثل ما قلنا التراب الناعمة اللي هي الكلي والسلط والأورجانيك سويل، التراب العضوية. شافوا أنه هذه التراب الناعمة توزيعها يكون حول خط معين سموه الأي لاين. هذا الخط هو الأي لاين. شافوا أنه التراب الغريانية السلت راح تكون أسفل هذا الأي لاين، والتراب اللي تمثل لي الكلي التراب الطينية تكون أعلى هذا اللاين، أعلى هذا الخط. معادلة هذا الخط الأي لاين أيضا إلى معادلة. معادلة هذا الخط هي PI تساوي 0.73 في الليكويد ليميت ناقصا 20، هذه كلها بالمئة طبعا. هذا الخط اللي معادلته هاي المعادلة مثل ما قلنا يقسم لي التراب الناعمة إلى جزئين. جزء أسفل الخط هذا الأي لاين هي التراب غريانية، الام هنا تشير إلى الغريان السلت. ما تشوف الام هذه، هنا عندي ام، هنا عندي ام، هذه معناتها سلت. إذن التراب الغريانية أو السلت سويل
راح تكون أسفل هذا الخط، والتراب الكلي سويل، التراب الطينية اللي هي هذا الحرف السي يشير إلى الكلي، وهذا الحرف السي أيضا يشير إلى الكلي، تمثل لي التراب الطينية. الآن مو فقط هذا الشيء، أيضا شافوا أنه عندي خط معين اللي يسموه اليو لاين. هذا الخط ما ممكن أنه تربة بالطبيعة تكون أعلى هذا الخط، فهذا الخط يمثل لي الماكسيمم اللي ممكن أن تسجله تربة معينة عندما أرسم لها الليكويد ليميت مع البلاستيسيتي إندكس. يعني أي تربة تفحصها بالمختبر، إذا وجدت تجي تسقطها هنا على هذا المخطط، إذا طلعت النقطة هي أعلى اليو لاين، معناته أنت عندك خطأ، معناته الفحص مالتك بي خطأ، فترجع تتأكد من الفحص مالتك، أنه لازم يكون النقاط اللي تطلع لي من خلال فحص الليكويد ليميت ولا البلاستيك ليميت أسفل هذا الخط اليو لاين. أيضا اليو لاين بمعادلة، معادلته هو البي اي تساوي 0.9 في الليكويد ليميت ناقص 8، هذا هو معادلة اليو لاين. ايضا بالنسبة الى التراب، هنا احنا قلنا انه الكلي راح تكون اعلى الخط والسولت اسفل الخط. ايضا تصنف هذه التراب الكلي والسولت حسب ايضا الليكويد ليميت الخاص بها. فمثلا اذا كان الليكويد ليميت لتربه معينه هي اقل من 50، التربه اللي تكون الليكويد ليميت اقل من 50 هاي يسموها لو بلاستيسيتي. هذا الحرف L هي لو بلاستيسيتي، هذا الحرف L هي لو بلاستيسيتي. فاذا اذا كانت التربه هي اعلى الخط والليكويد ليميت هو اقل من 50، فالتربه هنا هي كلي نقول with low plasticity، وإذا كانت أسفل الخط والليكويد ليميت أقل من 50 نقول هي salt with low plasticity. هنا أيضا فإذا كانت أكبر من 50، الليكويد ليميت للتربة معينة هي أكبر من 50، راح نقول إنه هي هذه التربة هي تمتلك high plasticity، هذا الحرف H يشير إلى high plasticity. فإذا كانت فوق الخط هي clay with high plasticity، وإذا كانت أسفل الخط A-line هي salt with high plasticity. هذا الـ O يمثل لي الـ organic soil. بالنسبة للـ organic soil المحدد مالتها هو فقط الـ liquid limit 50، فإذا كان الـ liquid limit لـ organic soil معين هو أقل من 50، فهنا ما يفرق عندي أعلى أو أسفل الخط، راح يكون عندي اسم معين، اسم واحد هو organic soil with low plasticity، سواء كانت هاي الorganic soil هي أسفل الخط أو أعلى الخط. أيضا هنا إذا كان الليكويد ليميت لي فالتربة عضوية هي أكبر من 50، فأقول إنه التربة هذه هي organic soil with high plasticity. هذا بالنسبة إلى البلاستيسيتي تشارت للفاين جرين سويلز، مثل ما قلنا فد تشارت جدا مهم لتصنيف التربة. الآن نأخذ بعض الأمثلة التوضيحية. Example 4.1 Liquid limit test conducted on a salt sample in the cup device gave the following results. عندي فحص الليكويد ليميت انطاني النتائج التالية اللي تبين لي number of blues، عدد الضربات والwater content في كل محاولة. دي 1, 2, 3, 4, 5 محاولات، في كل محاولة مسجل number of blues والwater content إله. فهنا أنا 10 ضربات، الwater content الخاص بها 60، مع 19 ضربة 45.2%، وهكذا. أيضا two determinations for the plastic limit gave water content of 20.3 و 20.8%. سوي أيضا فحص البلاستيك ليميت مرتين محاولتين، وأيضا في كل محاولة موجود الرطوبة أو النتيجة الخاصة بالموستر كونتنت. المطلوب A the liquid limit and plastic limit
B, the plasticity index, PI. C, the liquidity index, LI. هنا طبعا لازم ينطي الووتر الناتشرال ووتر كونتنت او الرطوبه الطبيعيه للتربه اللي هي 27.4%. ودي دي void ratio and the liquid limit، يريد void ratio عند حد السيول عند liquid limit. FGS so 2.7. ايضا if the soil were to be loaded to failure, would you expect a brittle failure؟ يعني انه اذا كانت التربه قد تم تحميلها الى مرحله الفشل، فشنو نوع الفشل المتوقع، او هل تتوقع ان يكون الفشل هو brittle failure؟ اذا نجي على هذه المطالب. بالنسبه الى المطلب الاول الليكويد ليميت، مثل ما تعلمنا انه كان عندي أرقام تمثل لي number of blues والwater content، فأجي أرسمها على ورقة نصف لوغارتمية على المحور الأفقي عندي number of blues، وعلى المحور العمودي عندي الwater content، وأجي لكل نقطة أو لكل محاولة راح أمثلها بنقطة، النقطة هاي بها number of blues الخاصة بها. بالنسبة إلى المحاولة الأولى كانت 10 عدد الضربات والرطوبة كانت 60، هذه النقطة الأولى. هذه النقطة الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة. بعد ذلك أجي أمرر خط يمر بين هاي النقاط أو يمر بالنقاط حسب الحالة اللي عندنا. هنا الحالة تقريبا هي بيرفكت، لاحظون أنه النقاط هي تقريبا واقعة على خط مستقيم، فأرسم البيست في ستريت لاين. الآن الليكويد ليميت يتم تحديده من خلال أحدد الرقم 25 على المحور الأفقي، من هاي النقطة أرسم خط يقطع البيس في ستريت لاين اللي هو هذا أفضل خط مستقيم اللي رسمته، يقطع في نقطة معينة. من هاي النقطة أجي أسقط على المحور العمودي على الووتر كونتنت، راح أيضا يقطع في نقطة معينة. إحداثي هاي النقطة هو الليكويد ليميت، فاذا الليكويد ليميت هنا هو 38% لانه يقطع المحور العمودي بالنقطه اللي هي 38. اذا وجدت الليكويد ليميت من خلال الرسم. اذا الليكويد ليميت هي 38%. بالنسبه الى البلاستيك ليميت، بما انه عندي محاولتين فاخذ الافرج مالت هذه المحاولتين اللي هي 20.3 زائد 20.8 على 2 عدد المحاولات 20.6%. بالنسبه الى البي اي بلاستيسيتي اندكس، هي مثل ما عرفنا هي الليكويد ليميت ناقصا البلاستيك ليميت، فبالتالي هي 17.4%. اما الليكويديتي اندكس ايضا اخذنا قانونها اللي هي دبليو الرطوبه الطبيعيه للتربه ناقصا البي ال بلاستيك ليميت مقسمة على الـ PI أو الـ Plasticity Index اللي هي 17.4، فراح يكون النتيجة هي 0.39 اللي هي الـ Liquidity Index. الـ Void Ratio، يريد الـ Void Ratio في حالة الـ Liquid Limit، أي أنه رطوبة التربة الـ W هي نفسها الـ Liquid Limit. نعم حددك أنه رطوبة التربة هي نفسها الـ Liquid Limit، فأقدر أطبق القانون اللي يقول الـ S في الـ E يساوي الـ W في الـ GS اللي أخذناه بالفصل الثالث، خصوصاً هو ناطين الـ GS، فالـ W هي نفسها الـ Liquid Limit. أطبق هذا القانون لأنه الـ S هنا راح تكون واحد Liquid Limit، عندما تكون تربة في مرحلة الـ Liquid Limit فالتربة هنا هي Fully Saturated، هي مشبعة كلياً، أي أنه الـ S تساوي 1. إذن الـ E اللي هي في مرحلة الـ Liquid Limit راح تساوي الـ Liquid Limit نفسها اللي هي نفسها W مضروبة في الـ GS، والـ Liquid Limit هي 38% أو 0.38 مضروبة في 2.7 اللي هي الـ GS، راح تكون الـ E 1.03. الآن المطلب الأخير أنه هل البريتل فيلر هو متوقع أو لا؟
فشفنا هنا انه الليكويديتي اندكس هي 0.39، وبما انه 0.39 فتقع ضمن، يعني لو رجعنا الى هذا الجدول الجدول اللي اخذناه ببدايه المحاضره، جدول هذا هي 0.39، فاذا هي ال LI 0.39 فهي بين الصفر وبين الواحد، فاذا هي بلاستيك في مرحله البلاستيك ستيت، يعني انه البريتل فيلر هو غير متوقع، اذا ما راح يكون عندي بريتل فيلر لانه الليكويديتي اندكس هي بين الصفر والواحد. فهذه التربه اذا نريد نصف مقاومتها هي مقاومتها في مرحله البلاستيك ستيت، اي انه عندي انترميديت سترينث والسول ديفورمز لايك بلاستيك ماتيريال. فإن البرتل فيلر is not expected as the soil is in the plastic state. المثال الآخر a saturated soil has the following characteristics. The initial volume حجم الأولي VI أو V1 يساوي 19.65 سنتيمتر مكعب، وال final volume VF أو V2 تساوي 13.5 سنتيمتر مكعب، والماس اوف ويت سويل كتلة التربة الرطبة هي 30 جرام، وكتلة ماس اوف دراي سويل M2 هي 25 جرام، ويريد الشرينكج ليميت. فإذا هنا كل المعطيات اللي احتاجها بقانون ايجاد الشرينكج ليميت هي موجودة عندي. إذا تطبيق مباشر للقانون. عند القانون الشرينكج ليميت يساوي M2 ماينس M M1 عفوا M1 minus M2 على M2 ناقصا V1 minus V2 على M2 مضروب في رو دبليو مضروب في 100%. فكل الارقام هذه الموجوده احتاجها. نرى فقط ملاحظه انه الرو دبليو هي 1 غرام على السنتيمتر المكعب، فبالنتيجه راح تكون الاس ال هي 19.4%. المثال الاهم في هذا الفصل والمثال الأخير example 4-3 A sample of saturated clay has a volume of 97 سنتيمتر مكعب. عندي saturated clay والماس مالته هي 0.202 غرام، إذا هذه أيضا ال wet mass الكتلة الرطبة. شو يقول؟ يقول when completely dried out when يعني عندما تم تجفيفها تجفيف تام the volume reduces to 87 سنتيمتر مكعب، الحجم قل الى 87 سنتيمتر مكعب، and its mass to 0.167 غرام للكيلوغرام، ايضا قلت الكتله الى 0.167 كيلوغرام. فايند اي initial water content المحتوى الرطوبي الاولي والspecific gravity والshrinkage limit. طيب نجيهم واحد واحد الان. بالنسبه الى الwater content، بما انه عندي كتله التربه وهي رطبه وعندي كتلتها وهي جافه، ولذلك اقدر اوجد الwater content. هذه يعني هذه الشغله بسيطه، انه الووتر كونتنت تساوي الماس اوف ووتر على الماس اوف سوليد، يعني ماس اوف ووتر اقدر احصل عليه من خلال طرح او من خلال الفرق بين الويت ماس للتربه عن الدراي ماس للتربه ايضا. فالويت ماس هي 202 غرام، يعني تشتغل بالغرام او بالكيلوغرام نفس الشيء، نعم مشتغلين بالغرام، فهي 202 غرام ناقصا 167 غرام اللي هي الدراي على الدراي على 167 فهي 0.21 او 21% هذه الرطوبه الانيشال ووتر كونتنت. هذا بالنسبه الى المطلب الاول. المطلب الثاني هو السبيسيفيك جرافيتي. هذه شويه ايجاده هي مو بالطريقه مباشره،
أنا شنو عندي؟ عندي بالفول ساتوريتد ستيت الاس في الاي تساوي دبليو في الجي اس، الاس تساوي واحد بالفول ساتوريتد، الاس تساوي واحد، الاي هنا مجهوله ما عندي، والجي اس ايضا مجهوله، وعندي الدبليو وجدتها من المطلب الاول اللي هو 0.21. فاذا هذه معادله واحد اللي بيها الاي والجي اس. انا اقدر احاول انه استفيد من معادله ثانيه بها هذه المجاهيل واعوض واحده بالثانيه حتى اوجد الجي اس من خلال قانون الكثافه الكتليه اللي هي رو تساوي الماس اوفر فوليوم. والماس موجوده عندي اللي طبعا هنا أنا الماس الويت او الساتوريتد نفس الشيء، يعني اما المشبعه او الرطبه هي نفس الشيء. فاذا الماس او الكتله الرطبه هي 202 غرام على الفوليوم اللي هي 97 في حاله مثل ما قلنا الحاله اللي هي حاله الساتوريتد الفوليوم هي 97، فراح يعطيني انه 2.08 غرام على السنتيمتر المكعب. هذه الرو او الكثافه الكتليه. نفس هذه الكثافه الكتليه عندي قانونها اللي هي جي اس زائد اي على واحد زائد على واحد زائد اي مثل ما اخذنا بالفصل الثالث. ليش دائما اقول لك انه قوانين الفصل الثالث راح تمشي وياك الى نهايه الماده، لذلك يجب عليك انه تعرف هذه القوانين وتحفظها. فاذا هذا القانون جي اس زائد اي على واحد زائد اي مضروب في الرو دبليو راح يعطيني انه 2.08 اللي هي الرو نفسها تساوي جي اس زائد اي على واحد زائد اي. هنا الاي والجي اس هي مجهولات، ضرب في الواحد غرام على السنتيمتر المكعب كثافه الماء. فبحل المعادلتين تلاحظ انه المعادله الاولى بها اي والجي اس، والمعادله الثانيه ايضا بها اي والجي اس. هاي المعادلتين حلهم يعطينا انه الجي اس تساوي 2.69 والاي تساوي 0.565. هذه بالنسبه الى المطلب الثاني. المطلب الثالث اللي هو الشرينكج ليمت. الشرينكج ليمت هنا راح احلها بطريقتين. الطريقه الاولى اللي هي الطريقه المباشره، كل المعلومات عندي، الكتله الجافه موجوده، الكتله الرطبه موجوده، الحجم الجاف ايضا معلوم والحجم الرطب ايضا معلوم. فاذا ما عندي مشكله انه اطبق قانون الشرينكج ليمت لايجاد قيمه الشرينكج ليمت اللي هو m2 m1 minus m2 على m2 ناقصا v1 minus v2 على m2 في الرو دبليو في المية. الام1 هو الويت هي 202 والام2 هي الدراي 1.67 والفي1 هي 97 غرام والفي2 افتر دراينج اللي هي 87 غرام ايضا مضروب في الواحد كثافه الماء يعطيني 15%. الان عندي طريقه ثانيه، طريقه عامه، طريقه تعتمد على فهمك ما بدأنا بالمحاضرة. مثل شو؟ أنا شنو عندي؟ عندي at dry state، عندي في حالة dry الرو دي أو الكثافة الجافة هي الكتلة الجافة على الحجم الجاف. الكتلة الجافة هي 1.67 على 87 اللي هي الحجم الجاف، هي هذه الكثافه الجافه 1.92 غرام على السنتيمتر المكعب. الان نفس هذه الكثافه قانونها بالفصل الثالث شو يساوي؟ يساوي جي اس على 1 زائد اي مضروب في الرو دبليو. هذه معلوم والجي اس ايضا معلوم. الان اريد اوجد الاي، الاي راح تساوي 0.4. E dry تساوي 0.4 من خلال قانون الرو دراي. الآن قايل لك شنو؟ قايل لك أنه الـ E at shrinkage هي نفسها الـ E at dry. هنا أنا أريد أتوقف شوية. الـ E at shrinkage، الـ E الـ void ratio في مرحلة الشرينكج أو في حالة الشرينكج بالنسبة إلى التربة هي نفسها الـ E
الجافة، هي نفسها الفويد ريشيو في حالة الجفاف التام للتربة. خلي نشوف هاي شلون صارت. لو أرجع لي المخطط هنا، أنا فقط المخطط اقتطعته من الصفحة مالته وجبته هنا. لو تلاحظون هذا المخطط بي في كل مرحلة هذا المستطيل، هاي المستطيلين مثل لي الأول فوق، هذه مثل لي حجم الماء، والجو هذا حجم السوليد. طبعا حجم السوليد ما راح يتغير على طول مراحل التجفيف، احنا اتفقنا انه هذا المخطط هو لمراحل التجفيف. حجم السوليدز ما راح يتغير، تبقى التربه نفسها. اللي راح يتغير انه هو حجم الماء في كل مرحله، حجم الماء جاي يقل. يعني هنا في مرحله الليكويد ليميت كان عندي محتوى ماء كبير، بعد ذلك استمرار التجفيف راح يقل هذا المحتوى المائي، وراح يقل اكثر عندما اصل الى الشرينكج ليميت. لذلك انه في كل مرحله من هذه المراحل، طبعا هاي المراحل حجم الماء هنا هو يساوي حجم الفويدز، يعني كل الفويدز الموجوده بالتربه تم خلينا نقول احتلالها بواسطه الماء فقط، ما عندي هواء. كل الفراغات الموجودة بالتربة هي مليئة بالماء. فلو أجي على قانون الـ E اللي هو Void Ratio يساوي الـ Volume of Voids على الـ Volume of Solids. Volume of Solids قلنا ثابت، المتغير هو الـ Volume of Voids، حجم الفراغات. حجم الفراغات هنا هو نفس حجم الووتر. ليش؟ لأنه الفراغات كلها مليئة بالماء، فاذا حجم الفراغات هو نفس حجم الووتر. لذلك راح يكون عندي في كل مرحله من مراحل التجفيف قيمه للاي مختلفه. ففي حاله نقطه اي التربه في نقطه اي راح يكون عندي اي اي 1 سميته هنا اي 2 اي 3 اي 4، هنا قيمه الاي الفويد ريشيو جاي تقل لانه حجم الماء يقل، وبالتالي هو الفويد ريشيو يعتمد على حجم الفراغات. حجم الفراغات بما انه هي مليئه بالماء والماء ايضا اصلا جاي يقل، فاذا الاي اصلا جاي يقل. هاي بالنسبه من نقطه اي الى نقطه دي اللي هو الشرينكج ليميت. بعد هاي النقطه طبعا قبل ان اوصل هاي النقطه، في كل هاي المراحل التربه هنا هي تربه مشبعه كليا، فولي ساتوريتد، لانه مثل ما قلنا التربه تكون او الفراغات تكون مليئه بالماء، لذلك التربه تكون مشبعه كليا. اخر مرحله تكون بها التربه مشبعه كليا هي مرحله الشرينكج ليميت. كاتب لك هنا الاس تساوي 1، هذه اخر مرحله تكون بها التربه مشبعه كليا. فاذا الشرينكج ليميت نقدر نعرفه بتعريف اخر، انه هو اقل محتوى مائي يجعل التربه مشبعه كليا، هذا هو الشرينكج ليميت. بعد ذلك باستمرار التجفيف راح الفراغات راح تكون مليئه بالماء زائدا الهواء. حجم الفراغات هنا ما راح يتغير، اللي يتبخر من الماء راح يعوض الهواء، لكن بصوره عامه بما انه الفوليوم اوف فويد تساوي فوليوم اوف ووتر زائد فوليوم اوف اير، فاذا حجم الفراغات اللي هو الفوليوم اوف فويد ما راح يتغير. لذلك اذا كان عندي الاي الفويد ريشيو في حاله الشرينكج ليميت هو اي 4، قيمتها اي 4، هاي الاي 4 هي راح تكون نفسها في اي مرحله من هذه المراحل اللي تجي بعد الشرينكج ليميت. يعني احنا جاي نستمر بالتجفيف، فكل المراحل اللي تلي هذه المرحله راح تكون لها نفس الفويد ريشيو، نفس قيمه الفويد ريشيو. قلنا ليش؟ لانه من قانون الفويد ريشيو الفوليوم اوف فويد على الفوليوم اوف سوليدز.
فوليوم اوف فويدز ما راح تتغير. ليش؟ لانه الفراغات صحيح راح يكون عندي نقصان بكميه الماء باستمرار التجفيف، لكن هذا راح يتعوض بالهواء. فاذا الحجم الكلي ما راح يتغير، فقط نسب المكونات الموجوده بهذه الفراغات من ماء وهواء هي اللي راح تتغير، الى ان نصل الى حاله الفول دراي اللي راح تكون بها كل التربه او كل الفراغات عفوا هي مليئه بالهواء فقط. هي مليئه بالهواء فقط. لذلك انه طبعا هذه الاير والسوليدز هاي تشير الى هاي النقطه اللي بيها فقط، هاي في مرحله الفول دراي. هاي النقطه هنا أنا اخر نقطه هي في مرحله الفول دراي، اي انه كل الفراغات كل الفويدز الفجوات هي مليئه بالهواء. فاذا بما انه الفويد ريشو راح تكون متساويه على طول هذه الفتره او على طول هذه المرحله، فاذا الفويد ريشو في مرحله الشرينكج ليميت راح تكون هي نفسها الفويد ريشو في مرحله الدراي. ليش؟ لانه حجم الفراغات ما راح يتغير. فاذا الفويد ريشيو في مرحله الدراي، اذا اريد اوجد الفويد ريشيو في مرحله الدراي او اذا اريد اوجدها في مرحله الشرينكج، الشرينكج ليميت، هاي القيمتين راح تكون هي نفسها مساويات متشابهات. ذلك قلت هنا انه الاي ات شرينكج ليميت تساوي الاي ات دراي. هاي فقط توضيح لهذه العلاقه. فاذا هاي تساوي 0.4 من هذا القانون، وجدنا انه الاي دراي. هنا جاي استفاد من الاي دراي واقول انه هي نفسها الاي شرينكج حتى اجي اطبقها وين؟ بالقانون العام اللي هو الاس في الاي تساوي جي اس في الدبليو. فبما انه اريد الشرينكج ليميت، فاذا اطبق هذا القانون الدبليو هنا انا واعتبره هي الشرينكج ليميت، فمعناته انه الاس تساوي واحد، لانه قلت انه الشرينكج ليميت هو اخر مرحله تكون فيها التربه مشبعه كليا، اي انه الاس تساوي واحد. فاذا اس تساوي واحد، الدبليو هي نفسها الشرينكج ليميت اللي انا اريدها، الجي اس نفسها ما تتغير، والاي اللي هي 0.4 على اعتبار انه هاي ال 0.4 هي نفسها الاي في مرحله الشرينكج ليميت. يعني من جبتها من مرحلة الدراي. فأطبق هذا القانون راح يكون عندي 15% اللي هي نفس القيمة اللي حصلت عليها بالميثود 1 اللي هي الطريقة المباشرة لإيجاد الشرينكج ليميت. عندك هوم وورك تقدر تجربه بالبيت، تقريبا تطبيق مباشر للقوانين. وايضا عندك مثل ما قلنا في نهايه كل فصل عندك مجموعه من بروبلمز، قسم منها واغلبيتها موجود الانسر مالتها، تقدر تتمرن عليها وحتى تضبط الفصل هذا والفصول اللاحقه. وشكرا جزيلا لكم.